علي غنيم عضو جابت طريق الثوره وعضو مجموعه حكيمهم ميدان مصطفى محمود النهارده ناويين تعملوا ايه احنا النهارده بنتجمع في ميدان مصطفى محمود هنتحرك بعد حوالي نص ساعه مسيرتنا متجهه الى ميدان التحرير لاحياء ذكرى 25 يناير والتاكيد على ان احنا لسه بنناضل في الشارع بطريقه سلميه لتحقيق اهدافها ومطالبها من عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه وتطهير مؤسسات الدوله سواء كانت وزاره الداخليه او المؤسسه العسكريه النهارده يومنا شعاره ضد كل من خان عسكر داخليه فلول الاخوان مرفوض تماما تضامن او سير احد من طرفي الثوره المضاده سواء كان مؤيد للنظام العسكري او مؤيد لي نظام جماعه الاخوان المسلمين داخل مسيرتنا النهارده هو يوم بنتمنى انه يعدي بدون اي اشتباكات النهارده يومنا بناكد على سلميته واي اعتداء على مسيره طريق الثوره اللي هتتحرك من مصطفى محمود لميدان التحرير من قبل القوى العسكريه او من قبل السلطه الموجوده حاليا فبنحمل مسؤوليتها مباشره لعبد الفتاح السيسي <applause> ما فيش مبرر سياسي يمنع من دخولنا ميدان التحرير السلطه داعيه انصارها الى الاحتفال بذكرى 25 يناير داخل ميدان التحرير احنا النهارده مش جايين نحتفل بذكرى يناير احنا جايين نحيي الذكرى وناكد على ان احنا عايزين نحقق اهدافها ومطالبها فما فيش مانع يعني مش مش معقول عشان اخش ميدان التحرير ميدان الثوره لازم اكون رافع صوره السيسي يعني ما فيش مبرر للسلطه انها تمنعنا